حاضرة منيح وإن شاء الله مطلوب أعمل منيح يعني، وإنه هي إنه كرمال نجرب وإنه تجربة حلوة وإنه إيه إنه لا الحمد لله محضر منيح. كانت أول مرة بعملها لنتعرف على جو الجامعة أكثر، وحسب ما مبين الجامعة كتير مهمة، مفروض نساوي منيح ودائما مطلوب المرتبة الأولى وإن شاء الله خير. المسابقة كانت حلوة وكانت فيها شوية أسئلة تريكي وفي أسئلة كانت سهلة وإن شاء الله بطلع أول. كان فيها أشياء حلوة يعني بتخلينا نحب المات أكثر، مثل أشياء منطقية وحبينا كتير أكزام. المسابقة كانت حلوة وحلوة يصير هيك بأكثر من جامعة، كل ما بنقدر نختبر مستوانا مش بس بالمات، بالمواد الباقية وحلوة مشاركة حلوة. كثير منهتم بهذا الموضوع، منهتم نقوي لهم شخصيتهم ونشوف كمان هن على اي مستوى بالنسبه لطلاب لبنان. بنحب نشارك بهيك مسابقات بتخلق فيهم روح المنافسه، كمان يشوفوا هن بالنسبه لغيرهم شو. وكمان انبسطت بالتجربه هون انه تعرفنا على الجامعه. هيدا التحدي الاول من نوعه بجامعه المعارف، ونعمل مسابقه في الرياضيات والذكاء الرياضي بنفس الوقت. الحمد لله كان الإقبال كثيف وممتاز، في طلاب جايين من مناطق بعيدة وفي طلاب جايين على الكيزات، هذا بدل قد هن مهتمين بهالمسابقة. إن شاء الله النتائج سوف تعلن ب 14 آذار بفعالية اليوم العالمي للبايدات.